أدق ما ترد ليه؟ مشغول. وش مشغلك؟ هذا مشغلك؟ الناضج؟ لا غير الناضج، في شيء أهم من الناضج. ها خير إن شاء الله. أول من الأولات قبل يومين رايح لي معرض العطور وأنا راقد جنبك وسحبت علي، والثانية أدق عليك ما ترد بعدها، وش عندك عشان تناويبه؟ مش تاخر سنابة حطيتناها؟ لا ما نبي نشوف سنابات إلا لقدني برقد. جيت من دعوة خاصة. من؟ حفلة مشاهير السوشيال ميديا من كبار المشاهير. ايوه جيت من الحالي. والله تستاهل ابو صالح. تستاهل طيب طال عمرك. المهم متى نمشي؟ متى ايش؟ متى نمشي؟ هاي بصفة الجمع صح؟ اي نعم. اشوفك تتكلم بصفة الجمع. اي نعم انت خوي الحين وياك صوب الحفلة عشان يعني بتحط اللي بتروح دوج في الرياض يعني؟ لا والله. ها بدخل معك عشان اجيت نكاس. مين يلاعبك دائما اجيت نكاس؟ انا. ايه أنا مخليك لحالك. بس هذه حفلة كبيرة يعني ما فيها تنكاس. هاي لو إني راح لصوب عندك ولا عند العيال عبيد والعيال ضارة بمطرف تنكاس همج. والله نروح معك. هناك تكيت مسرح منبر بوفية مفتوح. تكلم يعني بيقولوا يعطونك مقرف ما تكلم. إيه إعلامي أنا الحين خلاص. طيب الحين أبي أعرف جلستكم المشاهير وش تسولفون فيه؟ لا جلسة كله مشاهير كيف ولا كلن كذا. الحا طيب شلون طيب جوالات الحا طيب كلنا جواله ولا تسولفون مثلنا؟ والله عاد هذه اشياء خاصه فينا يا المشاهير ما اقدر اقول لك اسرار لنا. على العموم تشرفت بمعرفتك يا ابو سعيد واهتم في نفسك. والله نروح معك. لا تحلف. والله نروح. لا تحلف. والله نروح. لا تحلف على شيء مو صح. والله نروح. لا تحلف اقول لك. والله نروح. تراك تفجر لا تحلف يا اخي. ترى الناس الحين مقامات يا ابو سعيد. الناس مقامات. تخيل يعني اخذك على وجهك كذا اخذك اللي اخوياي المشاهير. بيضمك بيضمني. ها طيب وش اللي ها وش اللي في يدك؟ والله انا اروح غصب يعني. لا ها رد الحذو. ما معي شيء. ما معك شيء؟ اي رجع خاصة تزعجني تخرب البرستيج حقي ولا والله انت شو اللي غيرك علي؟ الدنيا تغير يا ابو سعيد. غير شهره. لا مو بشهرة. دراهم تغيرك. لا الا سنين ولا معك ما عينت منك خير. وش عينت منك يا ابو سعيد؟ ها برار وزهدا 20 يوم في بر. عدزي من البر. ملابس تحلحل في, 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 في ظهورنا. تحلل الملابس. عدزي من البر. انا سجوا وسجوا ما ابي دلد. انا خلاص انا بغير من نفسي يا اخي. دربك ودربك. انا بصير اكتجيه وبغير من نفسي. حلو قلت له عجزت. طيب. انا ايش اسمه انا بعد وش اشتغل على نفسك. تبي تغير يعني؟ انا ايه بس اشتغل على نفسك. انا تعبت 3 شهور اشتغل على نفسي لين غيرت من نفسي غيرت فكري غيرت طبيعتي. لا كيف يعني لازم تخبر برنامج عشان تغير؟ تغيرني انت. لا ما اقدر اغير. انا ناوي اتغير من اليوم بس ودني معك. من اليوم بس؟ اي اسف شكرا. تعال كانك خير. تعال تغيرونك مشاهير علي. بداية كان وياك يوم ليلة تغير. هبرك هبرك حتى موتك فازع لك. تعال بك ما نبجايك. أبيك أبيك أنا. علي باي Thank you.
تعال يوفقك. تعال ابيك ابيك بتروح بتروح معي. تعال احداك اكمل بسرعه. احداك اكمل بسرعه. انا اروح وجهي. لحظه لحظه لا يوفقك. اخذني ولا لا؟ اخذني ولا لا؟ ايه باخ. تعال بك ابي. انا كم كم عندي من سيف؟ كم عندي من سيف؟ واحد سيف واحد. اذا ما خليته من اخ تروح ولا لا؟ ها تروح؟ لا انقلع انقلع. يا رضي كم خشبك انت كلها؟ ادلف عاد لا تقارن نفسك بنا. ايه هل زمان المسلحة يا رجل هم الرفيجة عشان شهرة عشان اربعة خمسة ما عرفوا من الامس ما ادري قبل امس ولا انا لي سنين ونين معك. صح كلامك صح. سنين دعوة قلت امشي على الحرم اروح على ابو صالح. سنين وانت معي صح ولا لا؟ وش عينت وراك؟ لازم تحين ورا شيء. انا انت رجل مصلحه؟ لا نعم انا كانت اموري زينه قبل اعرفك. تعرفت عليك ديون في ديون في زهداء في رق حال. ايش اسوي؟ كل ما جيت ابي اجمع دراهم. ها علي سفريه يلا. ها علي بر يلا. وراسه سجى تجمع الدراهم ليه؟ بكره قبر. الدراهم يبدا خلت معك في قبرك. سجها واستاذ. طيب والناس اللي تطلب ذي الحين ايش اسوي بهم؟ خالها يا رجال. وش خالها؟ ادخل في قبري بكره يطلبوني في في يوم القيامه ادخل جهنم عشانهم. فرجت وش راح حاطين فرجت؟ فرجت يا اللي يحدني على فرجت ويش هو؟ تمشي وسجل تحدك عليه. تمشي وسجل خليه عاد اخذ خلاص ولا كلمه عاد بضيق في قراح ضق برا ما راح ما تروح معي. وخوتك سمحت منها والله نور. ما تسب رايح لا تحلف والله نور. لا تحلف والله نور. اقول لك لا تحلف. ما في ما في على كيفك هي تروح دعوه خاصه. دي اسمها دعوه خاصه. خل عندك يا اخي شوي احساس. لا ما في واسطه. في واسطه في كل الامور اللي جاي معي واحد نفر. يعني هذا جيت انا يخلص الاكل. لا مو ايش دخل يمكن اماكن نجلس فيها. لا لا مو مو هو الكراسي معدوده. ذا كبري وصنونه بطي ذا كبره. ماني باكل وانا بشرب مثلك. الكراسي معدوده. حسب حسابك اكيد بحسب حسابي. اروح اشم وردي بس افرك لي. شو واردك انت حاط؟ ابرك ابرك. تلومني تلومني يوم اني ابي فرق اخوتك عن الشوك ما يطيح الا في رجلك. ولو انك بين مليون شخص وفي حصى طايحه من السما تطيح على راسك. حظ مقرود وقرتني معك. اي والله بنقلع بروح لاخوياي. عزم على حفل حفل مشاهير بوفيت مفتوح. يا رب انقلع اكيد بقعد معاك. اعطي اغراضي بس بس اسحب عليك. عفط وترتي الحين بيها كوي. يا ولد انت انت مريض نفسي انت. لا تحلف لا تحلف ما راح. والله انا ما حلفت الا انا بروح لي. انت صاحي. لا انا سيب. رح من وراك بس رح من وراك رح من وراك. حول والله ما حول. اكثر حول برك. حول دعوه غاصب. اي والله غاصب. يقول لم تكن سيفا كانت ذي ارض. لا لم تكن ذي مو بسيف اللي حاله. قلت له محول. انا محول خلي قوم تروح. الحمد لله ما يمشي الابيض الحمراء يا ريجي. يعني تجيب الطيب ما يمشي معك. قوم تروح. حول اكسر رجلك اكسر رجلك. يلا حرك. انت مريض انت مريض نفسي. انا مريض انا سيف.
بتقعد للرياض هنا وانت في الصندوق؟ اهم شيء اقعد معكم. يا ولد حول. ماني نحول. ترى بفحط بك. فحط بي. او تبين انقلب بعد انقلب عادي مسويها معي. يا ولد روح مني وراك. سيف. سيف لا تدور الشر. عليك من سيف. اركب يلا حرر بسرعة تم تخيل عرق يجي. علمك عندي. عدها عدها لا لا اسرع اسرع اكثر يا زين اللعبه ويترلاند يا زين والله ويترلاند اركب اركب ولا تبي تركب صندوق وانا اسوق بك جرب والله العظيم انها حلوه ويترلاند تدري يخسروا فيها فلوس واجد احنا الحمد لله ويترلاند صراحتنا اركب اركب فيها ادلف وراك ادلف بصدمك انت وبابك وين القارشه ما منحملها يروح يجي ذا شغله ذا شغله ادوه ما راح خاص دعوه خاصه لو انا غير خاصه خذيتك افتح الباب افتح الباب يعني حاط الحصى وش بتسوي تردع شيء يعني الباب مسكر يا ولد افتح الباب فكني شرك بعيون فكني شرك وشل قراشيعك شل حدايدك ترى والله مو بشلالك صح لسانك شل بلاك انت يا اخي ايش تذكرها يا علي وش راحت على الباب لي فوق ماكسيما وشاص يا حلال خلاص البخ وهي قصير انت اللي لا طول هي قصير انت تطلب لي يا سيف يا سيف تعال سيف قدر وضعك الدعوه خاصه علي الى الاعلامي علي الجيدي لو كاتبين مع سيف الدوسري كان خذيتك يا سيف لكن يا سيف الدعوه مش طيب ليش الكذب الاعلامي علي الدوسري وش انت اعلامي وش قدمت اعلامي علمنا دخلت ثلاث شهور وقناه دخلت ثلاث شهور قناه وطلعت ما عرفوك الا شيبان وعجز هذا المكسب هذا المكسب بكره ولا بعد بكره اخواننا وامهاتنا يتابعوني هذا هو المكسب من تبي اللي يتابعني انت وجهك انا والله ودي اخذك معي ودي ازيدك مش البيت وش انا بمضرب البيت جايين بيخوننا تراني ماني براح العرس واحد من الربع ولا واحد من الجماعه انا اخوياك معك في عرس ولا في خاص ولا لو يا اخي قدر بين العروس بين المحافل اللي مع ربوعك وبين الحفل الرسمي الخاص والله ما اخر موتر اللي نجيب مطرف وعبيد ارحب عند عبيد جاء السلام عليكم كملت ارحب خالد كملت نروح عبيد نروح دعوة علي خاصة دعوة علي خاصة دارينها خاصة ايش تبي انا وياك شيء واحد ابو صالح كل شيء الذي الا ان طال عمرك ان انت ان طال عمرك ثلاثة اجساد جرة واحدة اللي هي علي انا وسيف معك اي شيء معك تمسحتك ابو صالح يا خوي يلا نمشي الخوية بفرقة خوية يا رجل بفرقة بيروح غصب طرقين على خوية اسمعتي ولا عدها له يا عبيد اسمع ولا عدها له يا سيف الخوية روح غصب على خوية يلا 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 يا رجل قدروا حياة الجديدة يا رجل قدروا حياة الإعلامي أصبر أصبر المطر جاء خلنا نتري المطر مطرب حلو قولوا لا اله الا الله حق انتوا ثلاثه وانا رابعكم احنا ثلاثه وهم اثنين والمركبه ما اسلم انتوا ثلاثه وانا رابعكم
حطوني وروح تمشوا في الرياض بيجي فله في ذا الويكند بنحطك خلاص تم اركب بس خلاص وننزل بس وين الموقع بس نبي على الموقع عشان نضمن ايش تضمن ايش نزلك عشان ما نضيع عود عليك خلاص خلاص تم وتمشياتكم على حسابي بعدكم بوب حلو ايش تقولون سر سر خلاص انا تمشياتكم روحوا بوليفارد بوليفارد انت من ننزلك هناك ايه ثم نزلناك روح تمشى روح تمشى في الرياض يلا تم يلا امشي الحين واخر موتك يلا شانا انا اخر موتك يلا روح على كامري يلا روح على كامري يلا بعد روح على موتري عادي وبيد بنسدكم يلا روح على كامري بعد يلا يلا وين جا 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 عبد الله وين هذا هو عبد الله ارحب شيف انا العيال وانت معهم بتحطوني في الحفل وروحوا تمشوا في الرياض تمشوا في الرياض اي حطوني في الحفل وتمشوا في الرياض ليش نتمشى نروح معك انا اتفقت مع العيال كنت تحطوني في الحفل الدعوه الخاصه اللي عندي وروحوا تمشوا في الرياض زين اه والله سلامات احنا بنروح بنحضر معك بنجي معك السلام عليكم هذه انا علمت ريال اتفقت معه خلاص عندي بضبطك خلاص انا علمته بتمشون على ما خلص خلاص متى بتخلص ما ادري متى ما خلص بدق عليكم قبلها بساعه خلاص دق علي انا اوكي خلاص انا عشان تواجه اخوياك اذا خلص بدق علينا زين خلاص ابشر يلا همشي امشي بروح على متر عبيد يلا متر عبيد يلا تمدى من علي واحد مو فقدته معلش الحمد لله ما بغيك تنعون اوف ارتحت حمل طح مني صوب الرياض ان شاء الله هذا انت محل قدام ابو صالح ها صالح تفضل مرحبا حياك الله انت محل قدام جمال عبد العمر الطويل يا سعيد الله يهينك طال عمرك يا مرحبا حياك الله مرحبا ارحب تبقى خلنا نروح ندور المحل دلك جابت ها دلك جابت زين جابتك من خشم يلا خلني انا اعلمك نظامك لا انا اقول لك جابتي هذه اذني اذنك هنا اي اسمع منه يعني اي الحين جابتك وين جابتي طال عمرك عن هذه هذا صدوق اخوك لا جابتي دلك حجاجي الحين حجاجك وين عادي غيره في الوجه ولا في الوجه بس هذا ما تعرف الوجه يعني انت دلك حجاجي خلص هذا حجاجي ذا ها وين حجاجي قال ما ما تعرف حجاجي يعني حجاجي انسان انت انسان اي انسان شلون ما تدل حجاجي وين محله وجهك ملخبط